اوكي، احنا دلوقتي بدأنا الريكوردنج. زيكم بتقولوا ايه، ودي ان شاء الله هتبقى محاضرة الدراسات العليا، وهنتكلم النهارده على الريسنت ادفانس في الكيرز ريموفال، في حاجات اللي هي البيزكس طبعا، يعني اي ثينك ان شاء الله ما نرجع هنبدأ نتكلم عليها، لكن انا يهمني ان تبقى اوير بالجزء بتاع الادفانسد ميثود بتاعه الكيرز ريموفال. وزي ما بقول دايما احنا بنتكلم على كذا ليفل، يعني المحاضره ممكن تاخد على ليفل الاندر جراد، لكن هنا احنا بنتكلم على حاجات مور ادفانسد. احنا بنتكلم دلوقتي معظم اللي حاضرين اظن دبلومه وماستر، فيفضل ان احنا على الليفل ده هنبدا نتكلم على حاجات ممكن تفتح لنا جزء للريسيرش، ممكن جزء نفكر فيه يعني سريعا كده عشان ما نضيعش وقت كتير. معلش الباوربوينت بيفتح بس. اوكي. هنتكلم النهارده، اتمنى ان انتوا تكونوا شايفين في السكرين بتاعتي، معلش تكتبوا لي بس دي، لان انا مش شايف غير الشاتنج بتاعكم. انتوا شايفين في السكرين دلوقتي الباوربوينت مظبوط؟ طب يا دكاتره معلش بس حد يكتب لي، انتوا شايفين الباوربوينت كويس دلوقتي؟ اوكي، فاحنا دلوقتي النهارده ان شاء الله، اوكي تمام، احنا النهارده باذن الله هنتكلم على الريسنت ادفانس في الكاريز ريموفال، واتمنى ان لو في اي حاجه، ممكن لو في اي سؤال او اي حاجه ممكن توقفوني في الاخر ان شاء الله باذن الله. اول حاجه انا بشيل ايه؟ ماشي، يبقى لازم افكر وات واي اي ريموف. اوكي، يعني انا بشيل ايه وايه اللي انا يعني بفكر ان انا هشيله. اوكي، وازاي هشيله، ودي النقطه الكريتيكال جدا. زي ما قلت لكم ان احنا نعمل لنفسنا ادفانسنج. اوكي، انا بشيل ايه وبسيب ايه وليه، تمام، دول النقطتين بتاعت الكاريولوجي اللي بنفكر فيها. ارجع افكركم ان انا دايما عندي المشكله كلها في الدنتين كيرز، انامل كيرز ما فيهوش مشكله. اوكي، انامل كيرز في طريقه تانية، في الانسيبنت بنعمل له ريمينرالايزيشن، لو عندي في مشاكل بسيطه نقدر نعمل انامولوبلاستي، او لو انا قربت شويه ممكن اعمل بريفنتيف ريستوريشن. المشكله الرئيسيه انا عندي في الدنتين كيرز، وخصوصا مش الدنتين كيرز، الديب دنتين كيرز، لان احنا عارفين ان احنا عندنا طبقتين. اوكي، الطبقه الاولانيه احنا بنسميها الكيرز افكتد دنتين، والطبقه الثانيه اسمها كيرز انفكتد دنتين. الاثنين ليس لهم علاقه خالص بالبكتيريا، ان هي اسمها انفكتد وافكتد، في ناس بيسموها ريمينرالايزبل ونون ريمينرالايزبل، او ريبيرابل ونون ريبيرابل. اوكي، يبقى هنا الكريتيكال بوينت بتاعي عندي حاجه بيسموها الكولاجين فايبر. لو الكولاجين فايبر سليمه ولكن الهيدروكسي ابيتايت هي اللي حصل لها لوزنج، يبقى ده اسمه كيرز افكتد دنتين. كيرز انفكتد دنتين عندي الهيدروكسي ابيتايت حصل لها ديستراكشن او حصل لها ديزولفنج، وفي نفس الوقت برضو الجزء اللي هو الاوتر كيرز لاير الكولاجين فايبر حصل له كومبليتلي ديستراكشن. يبقى ده الفرق ما بين الكيرز افكتد والكيرز انفكتد دنتين. اوكي، طيب، وزي ما اتفقنا احنا بنتكلم في الاي سي دي اس، انا غالبا بتكلم في 5 اند 6. اوكي، والاي سي دي اس سيستم هو عباره عن نيو كلاسيفيكيشن للكيرز،
هل هو وصل عندنا في الانامل اللي احنا خلاص الجزء بتاع الانامل الاوباستي والكلام زي كده، لكن انا يهمني دلوقتي انا وصلت للدنتن وقربت للبلب. لو هو الهاف الاولاني بالدنتن بقى اسمه 5 اللي هو الكلينيكال ديجيت نمبر 5، لو هو عدى الهاف يبقى ده الكلينيكال ديجيت نمبر 6. اوكي، وزي ما اتفقنا اسمه كيرز افكتد وكيرز انفكتد دنتي. طيب في حد عاوز يعمل انوتيشن لحاجه معينه يا شباب؟ يا طيب انا اديته بيرميشن. طيب هنتكلم اكتر، احنا يعني محاضرتنا النهارده مش اكتر كاريولوجي، احنا بنتكلم على الادفانس كيرز ريموفال مثلا، انا بشيل ايه اوكي وبسيب ايه. اوكي، ففي حد من زمايلكم طلب ان هو يعمل انوتيت لحاجه او يوضح لنا حاجه؟ اوكي طيب هنتكلم على طرق conventional، يعني الطريقه العاديه بس حصل لها some sort of improvement. يعني انا بتكلم ان انا لسه بشتغل ببير او بحاجه بديله للبير وبدا يحصل لنا some sort of advancement. اوكي طيب ايه الconventional اللي احنا بنتكلم عليه؟ اول حاجه البيرز العاديه، سواء احنا بنتكلم ما ينطبق عليه اللي هو ترو بليدد انستر. اوكي لو سمحتم دايموند مش بير. اوكي دايموند تيب، دايموند انسترومنت، دايموند ستون، لكن كلمه بير اللي هو بيقطع في الدنتن هو اللي فيه ترو بليدز او بيسموه ترو بليدد انسترومنتس. اوكي طيب الادفانتج بتاعت الطريقه اللي انا بشتغل بالروتري كاتنج ميثود اللي هي القديمه ان هي بتبقى ان اكسبنسيف، كلنا يعني عارفين البير حتى لو بتغيره لكل بيشنت ما هياش طريقه ان هي تكون اكسبنسيف، وطبعا الاكسكافيشن تايم كلنا بنقدر نعمل كومبليت اكسكافيشن مثلا يعني دقيقه او دقيقتين انك ممكن تبدا تعمل الكافيتي كله، انا قصدي تشيل الكيرس. اوكي لسه بقيت طبعا الالاينمنت بتاع الكافيتي بنعمله، لكن انا بتكلم ان فيري فيري شورت و ان اكسبنسيف ميثود للكيرز ريموفال. الديس ادفانتج بتاعنا انا ما اقدرش اقول ان حد فيكم وهو شغال بالبير يقدر حتى لو التكفال سيشن بتاعته عالي جدا يفرق الكيرز افكتد من الكيرز انفكتد. اوكي وطبعا وانا بقطع دايما وانا بقطع بالبير بتاعي لازم يبقى عندي حاجه بنسميها سمير لاير. اوكي فطبعا احنا عارفين ان السمير لاير ويمكن هناخد مع دكتور صلاح في الادهيجن ان السمير لاير دي ان سام هاو تشالنجينج البوندنج، واحنا دلوقتي كلنا شيفت وورد البوندد ريستوريشن او الادهيسيف ريستوريشن. اوكي زي ما احنا شايفين ان انا بعد ما بقطع ودي صور سكان. اوكي طبعا كلمه السكاننج ممكن اللي في الماستر عارفينها، لكن ممكن اللي في الدبلوما يفهموا يعني ايه كلمه سكاننج. ده احنا بنعمل كوتنج للسيرفيس عن طريق الكترونز او عن طريق جولد بليتنج، وبنشوفها تحت حاجه بتعمل ديتكشن للالكترون لما تخبط عليها وترجع لي، وممكن نوصل لماجنيفيكيشنز كبيره جدا، ممكن نوصل ل 50,000 ماجنيفيكيشن عشان نقدر نشوف ايه التشينجز اللي حصلت او السيرفيس توبوجرافي بتاع السيرفيس. اوكي ودي يعني اللي هيبدا ماستر يبقى فاهم ان كلمه سكاننج الكترون مايكروسكوبي نوع من المايكروسكوبي بيعمل سام كوتنج ويبدا يشوف الالكترون ريليز اللي بتحصل من السيرفيس عشان يدرس طبيعه السيرفيس. اوكي فده المفروض بعد ما عملنا الريموفال بالبير زي ما احنا شايفين السيرفيس بتاعي لو بصينا عليه اس موستلي سموث، لان احنا دايما بعد البير تلاقي الكاتنج بتاعي السيرفيس سموث، بس الاقي دايما الانترنال تبيونز يا اما كومبليتلي اوبريتريتد يا اما بارشي اوبريتريتد، والاقي هنا السمير لاير اهي زي ما احنا شايفينها منتشره على كل السيرفيس. يعني صعب جدا او قليل جدا ان انا اشوف بارشلي اوبريتيف، انتوا شايفين كل البنتانات البوكس مقفوله. اوكي ده من فكره تانية ان شاء الله لما نيجي نتكلم على الادهيجن بتبقى ليها ايديا تاني. يبقى احنا عرفنا اللي هي الطريقه الكونفكشن. اوكي طيب احنا بدانا نفكر دلوقتي عاوزين نعمل سلايت امبروفمنت اوكي للكونفشنال ميثود، لان الكونفشنال ميثود ليها برضو ادفانتج كتيره جدا. اوكي طيب ايه الامبروفمنت اللي انا بفكر فيه ان ممكن يحصل معايا سام سورت اوف امبروفمنت؟ هستخدم حاجه اسمها سمارت بيرز اوكي او بوليميريك بيرز.
اوكي. كلمه سمارت بيرز او بولوميريك بيرز دي عباره عن محاوله اتعملت ان انا اقدر افرق الفرق او اعمل ديفرنشيشن ما بين الكيرز افكتد والكيرز انفكتد اريز، اوكي، ما بين الريبيرابل دنتين ومش واللي هو النون ريبيرابل دنتين. هنا بدل ما بستخدم ميتاليك بيرز استخدمت بلاستيك بيرز، اوكي. يبقى البلاستيك بيرز هي عباره عن معموله من بوليمر، اوكي، او بنسميها بولي ايمايد بوليمر. يبقى هنا معموله من البوليمر زي ما احنا شايفين ليها ديفرنت سايزز، اوكي، وببدا ومعظمها يعني معظم اللي انا شفته بتبقى لو سبيد وببدا اشتغل بيها. طب فكره ان هو بوليمر او ليه هو سمارت، اوكي، سمارت جاي من كلمه سمارت بيهايند ذا ايديا، تمام. هي الفكره هو البير اصلا مش سمارت، اوكي، لكن الايديا اللي اعتمد عليها في الـ في الـ في, في السلكتيفيتي، اوكي، هي دي اللي ادتني كلمه سمارتنس، اوكي، او ادتني الفكره بتاعه السمارتنس، اوكي. السمارتنس اعتمدت على ايه؟ على الهاردنس بتاعه الماتيريال. اوكي، بدا في دراسات يشوفوا من الساوند دنتين الهاردنس بتاعه ازاي، الكيرز دنتين عامل ازاي، الكيرز افكتد دنتين ده طبعا بيبقى ستادز، والسمارت بير. لو انا شفت السمارت بيرز هلاقي ان الهاردنس بتاعها 26 اللي هي لو انا بصيت ان هي تبقى اعلى من الكيرز دنتين، اوكي، واقل من الساوند دنتين واقل كمان من الكيرز افكتد دنتين. يعني معناها ان البير ده لما يخبط في اي حاجه من الاثنين دول هيبدا البير ذات نفسه هو اللي يحصل له ابريشن، اوكي. لكن لو هو خبط في الكيريس دنتين يبقى خلاص، يبقى هو هيشيل الكيريس. يبقى دي الفكره الفيري سمارت اللي بداوا عليها، اللي هو بداوا يشوفوا فرق الهاردنس وطلع بير بوليمر، اوكي، على فرق الهاردنس ده يبدا يعمل لي ريموفل. يبقى هنا دي السمارت ايديا بيهايند السمارت بير، اوكي. اتفقنا ان دايما اي حاجه بيبقى ليها ديس ادفانتج، يعني هي ترايل اند اتمبت، لكن احنا عارفين ان احنا عندنا حاجه تشالنجنج جدا في الكافيتي بتاعنا، عندي حاجه اسمها سكلوروتيك دنتن. لو انا بشتغل وعندي سكلوروتيك دنتن في سلايتلي في الباوندرز بتاعه لسه كيرز، يبقى انا مش هقدر اشيله، لان اول ما يلمس السكلوروتيك دنتن هيبدا يحصل للبير ابريجن زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، او الاندرمايند انامل. لو انا عندي اندرمايننج للانامل، اوكي، هيبقى في مشكله، اوكي. يبقى دول النقطتين، ان انا ستيل وانا بشتغل عندي اجزاء في الاناتومي بتاع السنه ذات نفسها، سواء كان فيها انامل، اوكي، اندر مايند انامل، او فيها سكلوروتيك دنتن ممكن تبقى تشالنجنج معايا في الكيرز، اوكي. بدا يظهر حاجه ثانيه غير برضه لسه ستيل احنا بنتكلم في الكونفشنال كيرز ريموفال ميثود، استخدمنا حاجه بيسموها سيراميك بيرز، اوكي. سيراميك بيرز انا مش هقول ان السلكتيفيتي بتاعتها عاليه، بس هي دلوقتي معظم السيراميك بيرز او اللي بيقرا عنها بتبقى ان كومباينيشن مع البوليمر بيرز. يعني دايما الاقي الكيت فيها الاثنين، فيها بوليمر بير وفيها سيراميك بير. السيراميك بير هنا كليم ان هي التاكتايل سنسيشن بتاعها بتبقى عاليه شويه، اوكي. فلو في جزء انا شايفه اندر مايند بعمل جيننج للاكسس، او جزء فيه سكلروتيك، يبقى انا بشتغل ده ان كومباينيشن وذ سيراميك بيرز. لكن السيراميك بيرز ذات نفسها ما اقدرش اقول عليها ان هي سلكتيفيه زيها زي الميتاليك بير، بس فيها شويه ادفانتج هنعرف، اوكي. فلازم نفهم ان ان الادفانتج بتاعه السيراميك بيرز دي اللي هي بتتكون من معظمها بتبقى زيركون او بتبقى يعني هاي سيراميك يقدر يستحمل اللودنج، اوكي. الكاتنج افشنسي بتاعها بتبقى عاليه جدا، اوكي، تقدر تشتغل معاها كويس في السوفت دنتين. التكتايل سنسيشن بتبقى افضل شويه، يعني افضل ان هي ريديوسنج في البريبريشن تايم، ما بيبقاش فيها مشاكل الميتاليك انسترومنت لو انا حطيتها في الاوتوكلاف كل شويه يحصل لها سام سورت اوف راستنج اند كوروجن. كل الحاجات دي بتبقى نوع من الادفانتج، بس ستيل برضو ان هي نون سبيسيفيك، ما تقدرش تفرق ما بين الكيرز افكتد والكيرز انفكتد. سام تايمز ان بتقدر بدل ما انا ما بقدرش افرق، يبقى سام تايمز ليد تو اندري كاتنج او اوفر بريبريشن زي ما احنا شايفين للكافيتي بتاعي. فهنا كلمه اوفر بريبريشن معناها ان هي بتقدر يعني في الاخر، او لو انا جيت عاوز اوصل لها لحاجه معينه، ان هي بتبقى نون كونسرفتيف تو ذا تو ستراكشر،
لو انا استخدمتها لوحدها يبقى هي هيها، مش هتفرق كتير قوي عن البلالين. اوكي. وطبعا زي ما الدكتور، معلش الاسم يا دكتوره، لان انا اللي كان عندي الايميل طبعا، وبتتكسر بسهوله لان طبعا، بس يعني معظم الحاجات دي بتبقى جاست وان يوز. اوكي. لان دكتوره نانسي، فدكتوره نانسي هي زي ما انت بتقولي هي فعلا لايبل لفراكشر. اوكي. لكن زي ما قلت لك دايما الحاجات دي بتبقى جاست وان يوز، يعني بعد كده بيحصل لها ديسكارد، هي والبوليمر بيرز. اوكي. في اي حاجه مش واضحه يا شباب؟ طيب ننقل لحاجه تانية خالص بنسميها جايدد كاتنج. اوكي. طيب انا استخدمت البوليمر بير، والبوليمر بير ده في سم سورت اوف سمارتنس، لكن لو انا عاوز بقى استخدم البير العادي بس هعمل معاه سم سورت اوف امبروفمنت، اوكي، ان حاجه تعمل لي جايدنس للكيرز ده فين. اوكي. فبنستخدم حاجه بيسموها جايدد كاتنج. اوكي. وكلمه جايدد تيشو كاتنج دي موجوده كتير جدا في زمايلنا بتوع البيري بيستخدموها، بتوع الجراحه بيستخدموها. انا عاوز حاجه تعمل لي جايدنج انا هقطع ازاي. اوكي. واشتغل باي بير، يعني حتى ممكن اشتغل باكسكافيتور، ممكن اشتغل، يبقى هنا التول ما هياش هي المشكله. اوكي. انا هستخدم هنا حاجه تقدر تعمل لي جايد. اوكي. اول حاجه بنستخدم الكيرس ديتكتور دايز، وهنبدا نتكلم عليها. والكيرس ديتكتور دايز فيها الحاجات برضو حاجات كويسه، وفي حاجات فيها need some improvement، وهنبدا نفهم يعني ايه. بنستخدم الفلوريسنس ايدد. اوكي. يعني حاجه بتعمل لي او بيسموها الفيس اللي هو فلوريسنس ايدد كيرز اكسكافيشن، والاكسكافيشن باي ليزر اندوسد فلوريسنس. برضو هنبدا فاهمين الفرق ما بينهم ايه. هي الفرق ما بينهم حاجه بسيطه بس هي نفس الفكره تقريبا. اوكي. اول حاجه اللي احنا بنتكلم عليها ودايما بتبقى دايما اول سورس اوف فوكس، وكتير من زمايلنا عندهم شويه ميس اندرستاندنج ازاي بتشتغل الايتمز اللي موجوده دي. هنتكلم على الكيرز ديتكتور دايز. الاول لازم نفهم الكيرز ديتكتور دايز بتصبغ ايه، لان انا لو انا مش عارف هي بتصبغ ايه يبقى انا مش فاهم هي الطريقه اللي بتمشي بيها ايه. اوكي. الكيرز ديتكتور دايز هي بتصبغ الديناتيورد كولاجين. اوكي. سواء كان ديناتيورد كولاجين يعني كومبليتلي ديناتيورد كولاجين، يعني complete destruction ليها، او ان هي بتصبغ لي الحاجه الثانيه. اوكي. اللي هو بيسموه البارشلي ديناتيورد كولاجين، يعني الكولاجين اللي بدا يتاثر. اوكي. ودي النقطه الكريتيكال جدا بتاعت الكيريز ديكتور دايز. اوكي. يعني اللي تشوفوه بيشتغل بيها في انامل ويقول لك ان هي بتصبغ انامل يبقى هو مش فاهم هو بيعمل ايه. اوكي. لان الانامل احنا عارفين كميه الكولاجين فايبر، او there is no collagen fibers اللي موجود هنا، some sort of an intraprismic substance، يبقى هي مش هتشتغل على الانامل خالص. اوكي. يبقى هي شغلها مينلي على الدنت. اوكي. بداناها الاول ان هم كانوا 0.5% basic fuchsine dyes زي ما احنا شايفين كده، ومش عارف انتوا شايفين البوينتر ولا لا يا دكاتره، معلش انتوا شايفين البوينتر على الشاشه ولا لا؟ شايفينه. اوكي. فلو احنا شايفين، اوكي طيب، يعني برضو انا ممكن نبقى معايا هنا عشان شايفين ممكن ده يبقى اوضح. يبقى انا بنستخدم الاول بيزك فوكسين دايز، بس طبعا البيزك فوكسين دايز ودي مشكلته ان في ريبورتس موجوده ان هو كارسينوجين، فانا لازم اخد بالي جدا ان الريبورتس اللي قالت عليه ان هو كارسينوجينيك انا ما اقدرش اعمل لها نيجلكشن. عشان كده بستخدمنا ماده مور ليس طبيعيه. اوكي. اللي هي بنسميها الاسيد ريد اللي هي بتبقى تقريبا 1%. اوكي. ال 1% اسيد ريد استخدمناها، وبيبقى دايب في بروبلين جلايكول عشان يبدا يديل الكونستانس بتاعه اللي هو بنسميه جيل 4، وبنبدا نعمل بيه نصبغ بيه الاريا اللي انا بشتغل بيه. اوكي. يبقى احنا عرفنا ان هو انا بقى. طيب لما انا احطه اوكي على او اعمل له ابلكيشن جوه الكافيتي، اوكي، هل هو ذات نفسه بيشيل كيرز؟ لا. تمام. ده اول كونسبت لازم ناخد بالنا منه، ان هو ذات نفسه مش بيشيل كيرز. اوكي. هل ان هو مجرد ان انا بحطه وسبب يبقى هو ده الجايد تيشو كاتنج؟ لا، غلط. اوكي. انا بعد ما اعمل له ابلكيشن لازم اعمل له رينس. اوكي. وهنا بشوف هنا في الحاله دي لما اعمل له رينسنج انا بشوف هو حصل ريتين
مع الكولاجين او ارتبط بالكولاجين، يبقى هنا لازم يتعمل له رينز. لان لو انا اعتمدت ان انا حطيت الستيل او الكيريز ديتكتور دايز جوه الكافيتي عشان تعمل لي ريكوجنيشن اريا وسبتها كده، كل حاجه هتتصبغ بما فيهم الانامل. لكن هنا لما انا احب اقدر اعمل ريكوجنيشن ما بينهم، او ان انا اقدر ان انا اشيل الجزء او اعمل ديستنجوش بينهم، يبقى انا لازم اعمل له رينسنج الاول لمده 10 او 20 سنه. اللي يتبقى معايا ده هو ده اللي بيقدر يعمل لي ايدنتيشن. اوكي، كنا في الاول بنستخدمه البروبلين جلايكول اللي موجود، كنا بنستخدمه بمولكولر ويت قليل، يعني حوالي 76 مولكولر ويت. اوكي، ده حجمه صغير. اوكي، حجمه صغير يبقى البنتريشن باور بتاعته عاليه. طب لو البنتريشن باور بتاعته عاليه، يبقى هنا في مشكله ان هيبدا يديني فولس بوزيتيف ريزلت. طب فولس بوزيتيف ريزلت يبقى معناها ايه عندي في الاوبريتيف دنتستري؟ يبقى اسمها نون كونسرفتيف او نون كونسرفيشن تو ستراكشر، وده عكس المينيمال انفيزيف اللي احنا بنعمل كل الادفانسمنت دي عشان. عشان كده لما زودنا، ودي ناخد بالنا منها، لما زودنا هنا البولوكلر ويت ل 300، بدأ هنا يبدا يعمل لي سام سورت اوف سيلكتنس. اوكي، يبقى احنا فهمنا التطور بتاعه. الاول بدا بيزك فيكسين لايز، بعد كده بقى اسيد ريد، بعد كده بدا البروبلين جلايكول اللي هو الثيكنر بتاعه او اللي هو دايب فيه، كان المولكيولر ويت بتاعه قليل، بدا يحصل له بنتريشن باور بتاعه عالي. لما زودنا ل 300 مولكيولر ويت بتاعي، المولكيولر ويت بتاعه زاد 300، يبقى يحصل له سام سورت اوف سيلكتيفيتي. وديا الكيرز ديتكتور دايز اللي انا عاوزكم نعرفه عنه. في اي حاجه مش واضحه؟ اوكي، طيب في اي حد عنده استفسار؟ انا معلش انا مش شايف الشات قوي، لكن لو في اي حد ممكن يفتح المايك ويتكلم. اوكي، طيب مش عارف الدكتور مصطفى عنده. اوكي، هو في دكتور مصطفى مش عارف، هو مش عارف يدخل، مصطفى القيسي تقريبا عنده مشكله انه مش عارف يدخل، فمعلش لو حد عنده تواصل يقول له بس ازاي يدخل، لان انا حاولت ان اعمل له انفيتيشن بس مش عارف هو عنده مشكله في ايه، لان وصل اكيد ما كانش عنده مشكله. الكيرس سيكتور دايز يا شباب، اوكي، لما احنا بنشوفها هي بتبقى بالمنظر ده. اللي احنا شايفينه على اليمين دول دي الستيننج اللي بتحصل بعد ما اعمل ريموفال. لو انا بصيت هنا على الانامل، اوكي، الانامل زي ما احنا شايفين كلها ما حصلهاش ستين. اوكي، اللي احنا شايفينه كله فوق ده اسمه لايت ستين. اوكي، لايت ستين اللي هو اللي موجوده هنا، لايت ستين يعني هنا البارشالي دي ناتيورد كولاجين. انا هرجع تاني برضو يعني بالسهم عشان تبقى واضحه، عشان حتى في الكورد يبقى فاهم. هنا زي ما احنا شايفين الانامل اهو ما فيهوش اي ستين. اوكي، كل اللي فوق اللي احنا شايفينه فوق ده هو كله ده هو الستيننج بتاعته بنسميه اللايت ستين. لو انا بصيت على الجزء اللي تحت هنا هلاقي ده الابلكيشن بتاعي، بتبقى ده الديب ستين. لازم افرق ان الساوند ستين بتاعي مش هياخد اي ستين. اوكي، البارشالي دي ناتيور كولاجين. اوكي، ايوه يا دكتوره نانسي، انا معلش انا هرجع تاني لسؤالك بس خليني اكمل الجزء ده. لو انا شايف هنا كل البارشلي دي ناتيور كولاجين اللي احنا بنسميه في اللغه بتاعتنا الريبيرابل دنتن او الكيرز افكتد دنتن، يبقى زي ما احنا شايفين ده اللايت ستين. ودي حاجه عامله زي عندنا زي الشيد جايد كده كنا عاملينها عشان نقدر نفهم يعني ايه لايت ستين. كلمه ديب ستين بلاقي ديب ستين، ودي طبعا محتاجه على عين الكلينيشن. اوكي، الكلينيشن لازم يتدرب كتير جدا يعني ايه يفرق ما بين اللايت والديب، فما نبقاش من اول مره ان احنا نبدا نشتغل بيه نقول. دكتوره نانسي صح اللي انت بتقوليه، ما الكيرز ديتكتور دايز ما بيشيلش ستين، اوكي، خالص، وبيعمل لي جايدنج للستين، والفكره بتاعته ان هو بيرتبط بالكولاجين فايبرز. اوكي، واضحه يا دكتوره نانسي النقطه دي؟ ودي النقطه عندنا فيها مشكله كتيره جدا، وانا دايما لما بقعد مع ناس مثلا كلينيشن او جنرال براكتيشنر هو عنده مشكله ان الكيرز ديتكتور دايز دي بتشيل ستين. لا، هي مش بتشيل كيرز خالص، هي بترتبط بالكولاجين فايبر الديناتيور او البارشلي ديناتيور عشان يوضحها لي عشان بعد كده اشيل. واضح؟ دكتوره نانسي
نيجي للنقطة اللي بعدها. مشكلة برضو الكيرس ديتكتور دايز ان هي لو احنا شايفين اللي هو الاوريجينال بتاعتي او اللي هو اللي كانت كونفنشنال ان هي لونها احمر، والكيرس بتاعي دايما بيبقى لونه بني او في درجات من الريد، فبيبقى الديفرنشيشن او الكونتراست ما بينهم مش واضح، فعيني ذات نفسها ما بتقدرش تعمل لها ديتكشن كويس. اوكي، عشان كده النيو كيرس ديتكتور دايز بدأت تميل لالوان تانية زي اللون الاخضر او اللون الازرق عشان يبقى بالنسبه لي سهل جدا ان افرق الكونتراست ما بينهم. اوكي، فده اللي انا عاوز ممكن نبقى عارفينه على الكيرس ديتكتور دايز. اوكي، الكيرس ديتكتور دايز لو انا ما قدرش افرق ما بين اللايت ستين والديب ستين انا هعمل اوفر كاتنج. اوكي، ولو احنا بقى اللي بيشتغل ماستر في الريسيرش بتاعه لازم ياخد باله، ولو قرا كتير هيلاقي ان في مشكله عن الكيرز ديتكتيف دايز ان هي بتقول ان هي كان ليد تو اوفر كاتنج. اوكي، يبقى زي ما احنا بنقول ان المعلومه مش عاوزكم تاخدوها كمسلمه، اوكي، او حاجه مسلم بيها، لا انا عندي لازم افهم الفرق ما بينهم، دي بتستخدم في ايه ودي بتستخدم في ايه، دي فيها ادفانتج وليها ديس ادفانتج، عشان لما اجي اقرا بيبر او مثلا السوبرفايزر بتاعي بيقول لي طب جمع في المنطقه دي عن الكيرس تكتيك دايز، واجي الاقي مثلا واحد كاتب ان هي كان ليد تو اوفر بريبريشن. صح، كان ليد تو اوفر بريبريشن، بس لو انا قارنتها بالكونفنشنال كاتنج اللي هو ما بيشتغلش معاها باي حاجه، الكونفنشنال زي ما بنعتمد كلنا على عينينا، احنا عاوزين الكافيتي بتاعنا يبقى كله ابيض ما فيهوش تسوس ويبقى كلين، وده ما هواش صح nowadays في الامبروفمنت اللي حصل في الكاتنج والامبروفمنت اللي حصل في الريستوراتيف ميديكال. اوكي، يبقى هنا وانا باجي احاول اقرا في الريسيرش بتاعي او اقرا في الجزء بعمل سيرش على الايتم بتاع الكيرس تكتور دايز الاقي كتير جدا، وفي جروب كامله واقول لكم في واحد اسمه حسين ايتال، اوكي، اللي بيجي بيعمل سيرشنج على ده الاقي كل الكلام اللي هو كاتبه بيقول ان الكيرس تكتور دايز كان ليد تو اوفر بريبريشن. لو قريت كل البابليكيشن اللي طالع من كينجز كوليدج في لندن هم احيانا بيبقوا ضد الكيرز ديتكتور دايز، بس احنا بنقول ان هي ليها سام سورت اوف امبروفمنت في حالات. ماشي، واضح كده؟ ننقل للنقطه اللي بعدها. طيب انا عملت هنا ستيننج، وخدوا بالكم النقطه دي ستيننج للدنتل، اوكي، بداي معينه. في ناس عملوا ريسيرش على الجزء ده وقالوا ان الداي ذات نفسها دي ممكن تاثر على اللونج تيرم في البوندنج، اوكي، لان دي بنسميها فيزيكال ستيننج. اوكي، انت هنا استخدمت داي حقيقيه وبدات الداي دي تبدا تعمل معايا ستيننج للمنطقه. فالفكره بتاعت الفلوريسنس ايدد انا ما بستخدمش داي، انا بستخدم هنا فيرتشوال داي. اوكي، الفيرتشوال داي هنا اعتمدت على فكره بسيطه جدا اللي هو بنسميها الفيس. اوكي، كلمه الفيس هنا استخدمت اللايت انديوسد فلوريسنس، بس اللايت انديوسد فلوريسنس اللي بتستخدم في الميثود دي ما بتبقاش طالعه من ليزر، بتطلع من نورمال لايت، وده اللي بنسميها اللايت انديوسد فلوريسنس ريجاردلس اسم البراند، لان طبعا البراندز دي كلها اتغيرت. اوكي، لكن الفكره هي الاهم. اوكي، انا بيبقى في جهاز قريب جدا من اللايت كيورنج ديفايس بتاعي، بس بيطلع بويف لينث معين وبيطلع بانتنستي باور بتاعي معينه، والدكتور او الدنتست بيحط نظاره معينه على عينيه. اوكي، لان هي النظاره دي هي اللي بتعمل معايا ريكوجنيشن. اوكي، اول ما بلبس الجلاسز دي وبعمل ابلكيشن بيحصل فلورسنس من السنه. فلورسنس دايما الطبيعيه بيبقى لونها اخضر، يعني السنه النورمال توث ستراكشر بتبقى اخضر. اوكي، لما اجي البس الفلورسنس دي المناطق الكيرز تبدا ستين باللون تاني، بتبقى دايما غالبا نبول. اوكي، ممكن انا ما اشوفهاش بعيني، بس اول ما بلبس النظاره واعرضها لللايت ده يحصل اللايت انديوز فلورسنس، بس هنا لازم اخد بالي ان اللايت اللي بيستخدم is a visual light, light LED او light emitting diode light عادي خالص، والحاله دي من ضمن الحالات الجميله جدا ومن الحاجات الفيري سمبل، اوكي، اللي ممكن استخدمها في الجزء كمان بتاع الريسيرش اللي اتعمل عليها بدات تجيب نتائج كويسه جدا، في جروبس كتيره جدا دلوقتي بدات تتجه للاتجاه ده. اوكي، فديا من الطريقه. طب كلمه انديوسد فلوريسنس يعني ايه؟ او كلمه فلوريسنس معلش انا ممكن عدتها، لو هي مش واضحه انا اوضحها لكم. لو احنا فاكرين
احنا عندنا الذره ليها اللي هي بتبقى موجوده، وحواليها الالكترونز بتيجي في مدارات، اما ندي انرجي، الانرجي دي ممكن تكون عن طريق اللايت اللي انا بعمل له ابلكيشن، تبدا الذره تنتقل او الالكترون يتنقل من مدار لمدار اعلى في الطاقه. ولو الطاقه دي مش انف لانها محسوبه زي ما قلت لكم، لانها ما بستخدمش اي جهاز، الجهاز ده بيبقى طاقته محسوبه جدا، بعد شويه يحصل ان الالكترون يرجع لمداره الاساسي ويبدا يحصل عندي ويف لينث معين، او يطلع عندي فلورسنس بطريقه معينه، انا عندي سنسور تو ريبورت او تي ريبورت او ديتكت ذس، اوكي، وبيبدا يفرق لي ما بين الكيرز افكتد والكيرز افكتد زي ما احنا شايفين بطريقه فيجوال بسيطه جدا لما البس الفلتر او البس النظاره بتاعته. فدي طريقه اعتمدوا عليها في الكيرز وديتكشن، دي ان شاء الله بامر ربنا هنعرفها بعد كده، لكن هنا اعتمدت معايا كطريقه للجايدنج للكاتنج عن طريق فيرتشوال ستين. يعني انا ما حطيتش ستين هنا عشان اقول بعد كده ان دي ممكن تاثر على الكودنج او الجزء ده. فالجزء ده كويس جدا ان احنا نفهم ان 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 ده اعتمدنا عليه في الديتكشن. هنا ممكن نشوف طريقه ثانيه عن طريق استخدام نفس الفكره بالظبط، بس عن طريق انترا اورال كاميرا. اوكي، الانترا اورال كاميرا دي فيها برضو نفس الفكره، بيطلع ليد لايت او فيها اوبشن بيبدا يطلع لي سام سورت اوف ليد لايت. اوكي، لو انا بصيت كده على الاوت لاين بتاعي بتاع سوري نرجع لها تاني، هو طبعا دول الجروب اللي شغال على الجزء بتاع الفلورسنس واغلبيته من فرنسا. اوكي، انا هرجع معلش تاني. هنا لو انا ببص زيها زي الانترا اورال كاميرا، ده اللي هو الدايجنوستيك مود بتاعها. اوكي، السنه بتاعتي طلع على المونيتور لونها ابيض او اللون بتاع السنه العاديه. اوكي، وانس ان انا عملت سواب او تشينج للمود، يبقى هنا انا في كاميرا معينه بيطلع معاها لايت معين وديتكتور معين، وببدا اعمل له ادابتيشن، وببدا هنا بقى استخدم الاورال كافيتي يبقى دارك او التوز ذات نفسها دارك عشان كده ببعد اللايت. لو انا بصيت هنا في المونيتور بتاعي، اوكي ده بيعمل لي برضه سام سورت اوف بروتكشن، اوكي، عشان تبقى الاورال دارك. انا بشوف هنا فلورسنس، لو انا بصيت السنه بتاعتي هنا هتبقى لونها اخضر، اوكي، وده هنا بشوف الفلورسنس على المونيتور، وابدا اشوف الكيرز، ودي يعني بتعمل لي سام سورت اوف جايدنس او جايدنس للكاتنج. اوكي، فبرضو الطريقه دي من الطرق الكويسه جدا، والطريقه اللي ممكن توضح لي فرق وانا بسوي الاثنين اللي فاتوا هي نفس الفكره برضه لايت انديوز فلورسنس، بس انا اتكلمت على الضوء اللي طالع ده ليد لايت. اوكي، الصوت واضح يا دكتوره ايمان؟ دكتوره ايمان، الو، يا دكتوره ايمان، الصوت واضح ولا مش واضح؟ طيب دكتور محمد مش عارف، طب اللي مش سامع صوت ممكن يبقى عنده مشكله في المايك. دكتوره ايمان و حد كمان بيقول ان في مشكله في الصوت، هي دكتوره ايمان، بس شوفي يا ايمان ممكن يكون عندك مشكله في المايك. اوكي، طيب الطريقتين اللي فاتوا دول احنا قلنا ان انا استخدمت فيزابل لايت عادي او ال اي دي لايت. اوكي، لكن في الطريقه اللي جايه دي انا استخدمت ليزر انديوس فور سام سورت اوف لايت، بس هنا الضوء بيبقى طالع معايا ليزر. اوكي، دي نفس الفكرة، لو أنا بصيت هنا الكافيتي دي حالة كلينيكال، دي مش ليزر، دي اللي هو اللايت العادي، بس دي حالة كلينيكال موجودة زي ما احنا شايفين. أول ما اللايت العادي خالص أو الفيزبل لايت يحصل لها بنتريشن، أنا ببدأ أشوف تحت الفلتر الجزء ده مش موجود. أوكي،
او في كيرس. يبقى دي بس ابلكيشن كلينيكال على اللايت العادي خالص اللي بنقدر نعمله فيه ديتكشن للكيرس عن طريق الفلوريسنس العادي اللي من غير ليزر. الجزء بتاع الليزر انا بستخدم اي سوبر من الليزر لايتس. اوكي يبقى دي الطرق اللي انا بستخدمها في الجايدد تيشو كاتنج. الجايدد تيشو كاتنج بستخدم اللي هو الفيزيكال سكيلينج عن طريق الكيرس ديتكتيف دايف. مش عارف في 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 عندكم يا شباب انا يا دكتور معلش بعد اذنكم بس عشان لو في اي مشكله في الصوت نحلها. في مشاكل في الصوت معلش اكتبوا لي على الشات لان انا مش شايف حاجه. يا حد فاتح الصوت عنده؟ طيب ثواني انا اشوف هو مين. ماشي برهان انا قفلت الصوت عندك يا برهان غالبا. هي غالبا كانت نورهان تقريبا الصوت عندها. محمد اوريدي. طيب اوكي طيب كده واضح يا شباب. اوكي هنيجي بقى زي ما احنا بس الخص بسرعه عشان بس ما نبقاش تهنا في الوقت. يا اما انا بعمل فيزيكال ستيننج اوكي عشان اعمل جايدد تيشو كاتنج لنفسي، يا اما هعمل فيرتشوال ستيننج عن طريق حاجتين، الفلورسنس العادي عن طريق اللايت العادي طريق فيزيكال لايت بس بيبقى ديفايس مخصوص لده واحنا شفنا اكزامبلز ليها، او ان انا بستخدم حاجه بتعمل ايه ليزر اندوز فلورسنس بستخدم ليزر ودي غالبا بتبقى الكيو ال اف اللي بنستخدمها في الكيرز ديتكشن. ممكن استخدمها برضو هنا ان هي تقدر تعمل لي جايدنس بس هي يعني الاثنين بيعتمدوا على نفس الفكره. اوكي طيب نيجي لجزء تاني يا شباب اللي هو طريقه تانيه في السلكتيفيتي. اوكي بنستخدم حاجه اسمها الاير ابريجن. الاير ابريجن احنا بنستخدمها في حاجات كتيره جدا والاير ابريجن زي ما احنا عارفين من التكنيكس اللطيفه جدا اللي احنا بنشتغل بيها ليها كذا كلينيكال ابلكيشن موجود وحاجات كمان بيستخدموها في اللابس. اوكي فلازم يعني نبقى اوير بالجزء بتاعها. اوكي طيب الاير ابريجن فكرته ان انا بجيب بارتكلز معينه، البارتكلز بتاعتي دي بتخبط في الاسنان وبتبدا تشيل لي الكيرز عن طريق بريشر معين ودي بتبقى الومنيوم اوكسايد بارتكلز او بارتكلز بطريقه معينه. لو انا بصيت عليها هي تعتبر نون كونتاكت ميثود. نون كونتاكت ميثود يعني ما بتلمش سن. اوكي نون كونتاكت في ناس بيبقوا معاها وناس ضدها عشان برضو لما اجي اقرا في الريسيرش بتاعي او اقرا بفتح الباب ميد هلاقوا ناس معاها وناس ضد الكلام ده. النون كونتاكت طريقه بتقلل البين لو انا بصيت لان الكونتاكت ميثود بيبقى فيها فير زي الكونترا كده تلاقوا فيها فايبريشن او حاجه كده العيان ما بيبقاش كوبريتيف معاك شويه لكن فيها مشكله كبيره جدا في النون كونتاكت ميثود ان هي بتبقى انت لوز التاكتايل سنسيشن خالص يبقى الدنتست اللي عنده المشكله. مشكلتنا برضو وانا بشتغل لو انا مش واخد الريكويرمنت عارفين الومنيوم اوكسايد بارتكلز طالع باندفاع معين وده قد يؤدي لي تمام لمشاكل في الريسبيراتوري اوكي بروبلمز للبيشنتس نفسه او للتيم اللي شغال معايا وانا بشتغل زي مثلا الاسيستنت بتاعي وممكن الدنتست لو واخد مش واخد الميجرمنت كويس لان هي فيها اير ريسولتس فدي برضه لازم اخد بالي. لاك اوف سيلكتيفيتي انا ما اقدرش احدد ان الماتيريالز دي او البارتكلز دي هتشيل كيرز ولا مش هتشيل. اوكي loss of tactile sensation يبقى انا عندي كده complete loss of the tactile sensation. contamination of the smear layer اللي اتكونت دي بالبارتكلز اللي حصلت فهل بقى بعد كده ان انا اقدر اشيلها او ان انا اقدر استخدم مثلا سيلف اتش اديزيف وانفولف جوه السمير لاير دي هتبقى ادفانتج او ديس ادفانتج دي برضه سم اريا او سم بارت اندر ريسيرش. اوكي طيب هي الطريقه ما هي سيلكتيف واتفقنا كلنا ان الطريقه دي مش سيلكتيف لكن بدا يبقى فيه دلوقتي ترايلز او اتمبس ودلوقتي اللي بيبدا يقرا البيبرز اللي بتبدا تنشر عن الموضوع ده ان انا بدل اعمل ريبليسمنت للبارتكلز بتاعت الالومنيوم اوكسايد اللي موجوده ديت بستخدم كراشت بولي كربونيت ريزن. اوكي
لو انا رجعت لنفس الفكره دي، ان هي نفس فكره البوليمر بيش، اوكي، استخدمت حاجه بيبقى كراشد باودر بدل ريزن، اوكي، ويبقى الهاردنس بتاعه اعلى من الكيريس دنتن، ويبقى اقل من الكيريس افكتيف، يبقى دي اللي هتبدا تديني السام سورت اوف سلكتيفيتي، اوكي. يبقى الطريقه دي كانت في الاول ما هي سلكتيف، اوكي، وستيل اللي فيها سام ديس ادفانتج. الديس ادفانتج هنا بدانا نعمل لها امبروفمنت، وانا عاوز اعمل امبروفمنت او سلايد امبروفمنت للسلكتيفيتي بتاعت الميثود دي اوف كاتنج، يبقى دي مهمه جدا جدا، لازم افهم الاوتلاين بتاعها ان انا عملت ريبليسمنت للباودر ده ببوليميريك باودر، اوكي. لو انا بصيت كده على الاير ابريشن عشان نبقى فاهمين، هي عباره عن نان كونتاكت ميثود، دي الهاند بيس اللي بيشتغل بيها، ودي الطريقه اللي بيشتغل بيها البارتكلز اللي بتطلع اندر سيرتن بريشر وبتبدا تشيل معايا زي ما احنا شايفين بالمنظر دي. مشكلتها ستيل ان هي عندها دروباك كبيره جدا جدا، ان هي نان كونتاكت ميثود والكونتامينيشن والسلكتيفيتي بدانا نتكلم عنها. بدا يظهر برضو من ضمن الطرق الكويسه جدا، ودلوقتي يعني حتى دلوقتي انا شايف ناس ريكومند في جروبس معينه في ريسيرش، ان طبعا الايريسولز فيها مشكله دلوقتي في فتره الكوفيد 19، فقالوا دلوقتي يا ريت ممكن نعمل ريبليسمنت في الفتره دي للكيمو ميكانيكال كيرز ريموفال، لانها ما بتطلعش ايريسولز، بتشيل الكيرز، وممكن تبدا تعمل لي مانجمنت يعني للكيسز اللي هي بنسموها الكويتشنبل او الامرجنسي كيسز في الفتره دي. فدي دلوقتي طريقه بدات يعني تاخد التريند بتاعها اللي الناس بتفكر فيها، اوكي. احنا زي ما احنا عارفين مشكلتنا، وانا بشتغل في الكيرز ريموفال، العيان شايفني ان انا يعني فرانكشتاين اللي في ايده كل الحاجات دي، طبعا دي مشكله. الفير والابريهنشن بتاعي بتاع البيشنت فيه مشاكل كتيره جدا جدا، الانسترومنتس بتاعتنا والفايبريشن والصوت دي مشكله. فطبعا لو انا استخدمت الكيمو ميكانيكال كيرز ريموفال بتقلل الكلام ده، بتقلل كمان استخدام اللوكال انستيك، يعني حاجات كتيره جدا بقلل استخدام اللوكال انستيك، دي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن لازم اخد بالي منها. لكن انا عندي بقى دي مشكله العيان مش مشكله الدنتست، لكن المشكله الرئيسيه للدنتست انا امتى اوقف الكيرز ريموفال، اوكي. قالوا بيسموها الكيرز ريموفال اند بوينت، امتى اقول خلاص ستوب ما عدتش تشيل كده. ودي الادفانتج الكبيره جدا في الكيمو ميكانيكال كيرز ريموفال، زي ما احنا شايفين بنبدا نحط الجل بتاعي جوه الكافيتي اللي موجود فيه كيرز، وابدا اعمل سام سورت اوف موفمنت بسيطه خالص، لان هي اسمها ميكانيكال. الميكانيكال هنا جاست تو سبريد، يعني انا ما بشيلش، مش اكسكافيشن، دي فرقه ان انا جاست بعمل كده زي ما بيقول ايه، بقلب المعلقه في الشاي، يعني بقلل الشاي بالمعلقه كده، يعني حاجه بس ان انا جاست بعمل ديستريبيوشن. زي ما احنا شايفين اما انا بحط الجل بيبدا يحصل له سام سورت اوف تربيديتي، اوكي. بعد كده بعمل له ووش، وبعد كده بعمل نيو ابلكيشن، وهكذا لحد ما يبدا عندي فيه النقطه الكريتيكال جدا اللي بيسموها الاند بوينت، فيل تو جين تربيديتي، اوكي. يبقى في الحاله دي الكيرز اكسكافيشن وصل لمرحله ان لما احط الجل زي ما بحطه زي ما بشيله، اوكي. يبقى دي بنسميها الفيجوال ان بوينت او الفيجوال اكسكافيشن ان بوينت، ودي ساين كويسه جدا جدا مش موجوده غير يعني دي الحاجه الوحيده اللي موجوده في الكيمو ميكانيكال كيرز ريموفال. فلازم تبقى انت فاهم ان الكيمو ميكانيكال كيرز ريموفال من ضمن الادفانتج بتاعه ان هو عنده غير بقى حكايه انه بيقلل لوكال انستيك وبيقلل فير والابريهنشن، النقطه الاساسيه اللي هو بيسموها الاند بوينت بتاعت الكيرز اكسكافيشن اللي هي الساين اللي انا قلت له اللي هو فيل تو جين تربيتي. لو انا بصيت كده دي طريقه الكيرز اكسكافيشن زي ما احنا شايفين اهو، مفيش اي فورس بتنزل معايا زي ما احنا شايفين الاوت لاين لحد ما يحصل كومبليت سولفنج، وما بنشوفش اي نوع من الفورس، اوكي. طيب الانسترومنت اللي انا استخدمتها هل هي سبيشال انسترومنت؟ اه، بالذات في الكريس هول بيبقى معاه سبيشال انسترومنت. زي ما احنا عارفين انا عندي كام موفمنت في الاوبريتيف دنتستري، انا عندي البول
والبوش موفمنت. اوكي البوش موفمنت بستخدمها في التشيزل وانا بعمل الكاتنج، البول موفمنت بستخدمها في الهاتشت. اوكي يبقى دي اثنين. عندي حاجه بنسميها الكاتنج او ترو كاتنج موفمنت اللي هو كاتنج سو ويذين ذا بارالل ويز ذا بارالل اكسس، زي ما انا بستخدم الاكسكافيتور كده تلاقيني بارالل لونج اكسس بتاع الانسترومنت بحركها عشان تبدا تعمل لي ريموفال، وانا بستخدم البير بيها نفس الطريقه لان احنا عارفين ان في عندي ريك انجل وانا بشتغل بتبدا تقطع معايا زي ما احنا شايفين، بدليل ان انا ما اقدرش استخدم ظهر الاكسكافيتور في القطع، هو ليه اتجاه واحد بيقطع فيه. اوكي وش الاكسكافيتور او الجزء اللي هو الكاتنج بتاعه بيبدا يشيل معايا لان في عندي انجلز موجوده في القطع. اوكي في عندي نوع تاني من الموفمنت اسمها سكرابنج موفمنت. سكرابنج موفمنت يعني انا بتحرك في الاربع اتجاهات، يعني معناها ان السيرفيس بتاعي او الـ او الكاتنج سيرفيس بتاعي 90 درجه او بلانت. اوكي يبقى بيقدر يتعامل معايا كلمه سكرابنج، سكرابنج يبقى يعمل سكراب للسيرفيس كده في الاربع اتجاهات. ودي الانسترومنت بتاعت الكيريسوف. اوكي الانسترومنت بتاعت الكيريسوف بتديني الفانكشن اللي موجود اللي انا بقولها دي، ان هي تقدر تحرك لي السكرابنج موفمنت في الاربع اتجاهات علشان تبدا تشيل لي الايه الاكسكافيشن بطريقه ما تاثرش على الاسنان. يبقى هنا بقدر احافظ على الريبيرابل دنتين او الكيريز افكتيف دنتين. يبقى دي الفانكشن. احنا عندنا طبعا بيبقى في ست انسترومنت، كل انسترومنت ليها استخدام معين، في حاجه ستار شيب عشان تقدر تعمل لي ان شاء الله بقى ربنا لما نرجع باذن الله افرجكم الاوت لاين بتاعها ازاي، حاجه بتقدر تعمل لي ايفن ديستريبيوشن، في حاجه قريبه من الاكسكافيتور كده بتستخدم، في حاجه بتستخدم عند الاميرو دنتال جانكشن لانها محتاجه جزء رفيع. فهي دي جاست نوع من الاكسسبيلتي، هنشوف دول الاوت لاين. وبرده في اللي هي على الباب ميد لو احنا اردنا الكرنت ابديت للكيمو ميكانيكال كاريز ريموفال ميثود، دي كانت منشوره في استراليا دينتا جورنال 2015 وهي دلوقتي اوبن اكسس، يعني انت بس لما تخش عليها هم الجورنال فاتحها اوبن لان هي كان حصل لها داونلود كتير، فممكن حضرتك تدخل عليها وهتشوف كريفيو كامل على الجزء ده. وزي ما قلت لكم لازم نفهم هي حدودها ايه عشان لما افهم الكيمو ميكانيكال كاريز ريموفال ميثودز او كده. الاول انا هرجع للسلايد اللي قبل كده، انا عندي نوعين. اوكي هي الفكره بتاعتها ان هي برضو بتشتغل على الكولاجين فايبرز ودي نيتيور كولاجين. انا عندي صوديوم هايبوكلورايد بيزد، صوديوم هايبوكلورايد بيزد او صوديوم هايبوكلورايد مش جديد علينا في الدنتستري، ففي دي مجموعه كلها بتستخدم الصوديوم هايبوكلورايد. اوكي ومجموعه ثانيه بتستخدم انزيمز. اوكي يبقى دول الكلاسيفيكيشن الساينتفك. انا حتى لو لقيت كذا براند عندي، لان دلوقتي بدا يظهر في كذا براند، كان زمان في اثنين براندز بس. اوكي دلوقتي بدا يظهر كذا براند، يبقى انا لازم اول ما اعرف الميثود اوف اكشن بتاعها بتستخدم انهي طريقه. الطريقه الاولانيه بستخدم صوديوم هايبوكلورايد، والطريقه الثانيه بستخدم انزيم بيست. صوديوم هايبوكلورايد الاول استخدمه ال 5% صوديوم هايبوكلورايد، واظن ده مش جديد عليكم، ده بستخدمه في الاريجيشن بس لقوه ان هو انستيبل، يعني ما بيقعدش معايا فترات طويله، وبرده عنده لاك اوف سيلكتيفيتي، يعني بيبدا يهاجم الكيرز افكتد والكيرز افكتد. ممكن الكيرز افكتد او ساوند تيم مش هيتاثر لان هو بيبقى فيه انفولب حواليه من الكالسيوم او الهيدروكسيبيتايد، لكن البارش دي ناتيور كولاجين هلاقي الصوديوم هايبوكلورايد لو استخدمته بالفول كونسنتريشن بدا يتهاجم بالذات في منطقه الكيرز افكتد دي، فقالوا ان السلكتيفيتي بتاعته مش كويسه، بداوا يضيفوا معاه امينو اسيد زي ما احنا شايفين هنا. يمكن برضه استخدم هنا some sort of node. هنا انا ببدا استخدم معاه الامينو اسيدز، وجود الامينو اسيد بدات تزود السلكتيفيتي توورد ذس. استخدموا معاه برضو انذر امينو اسيد. اوكي وبدا يظهر عندنا الكاريدكس سنه 84، وده اللي خد الاف دي ابروفال اوكي كاول صوديوم كلورايد بيزد كيمو ميكانيكال كاريز ريموفال موجود. اوكي مشكله الكاريدكس ان هو كان ليه ديليفري سيستم معقد جدا او كومبليكيتد، وده اللي عمل فيه المشكله بتاعتي، لان طبعا انا محتاج ديفايس معين بيسخن اللي هو الجيل رقم A على الجيل رقم B، فكان الموضوع معقد قوي. فعشان كده بعد شويه ما بقاش موجود في الدنتال ماركت، بدا يحصل تطور عليه لحاجه بنسميها الكيريس هوف. الكيريس هوف الادفانتج بتاعه ان هو فيري سمبل، مش محتاج ان انا استخدم ديفايس معين،
بدأ سنة 1999 برضو استخدمنا الصوديوم هايبوكلورايد ومعاه اللي هم some sort of amino acid عشان to improve الايه السيدكتيفيتي. 2004 بدأ يتطور شوية زي ما احنا شايفين، كان الأول ريد جيل، بدأوا يشيلوا الريد جيل لأن الريد قالوا إن هو مش efficient بتاعي، وزي ما قالوا الكونتراست مع الكيرز مش واضح، وبيقلل لي موضوع الساين بتاع الكيرز ريموفال. وبدأنا نعمل دبلنج زي ما انتم شايفين للكونسنتريشن بتاع الصوديوم هايبوكلورايت، اوكي، وبدأنا الامينو اسيد تقل شويه. ما احنا لازم حاجه تعمل بالانس للحاجه. وهنا الكيرس هول في الحاله دي بقى كلرلس جل، فبدا برضو يعمل لي الامبروفمنت. حاليا 2013 بداوا ينزلوا ثيرد جنريشن، ده الواحد من الانفنتور بروفيسور مانسترو، بداوا يعملوا معاه كومباينيشن للبوليمر بير والسيراميك بيرز، اوكي، علشان في مشكله لو انا بصيت لما الاقي الكيت هنا ضافوا عليها البوليمر بير والسيراميك بير وعملوا له كيرس ديتكتور داي مخصوصه بيه، يبقى مشكله الكيرس هوف، ودي هنتكلم عليها بعد كده، برولونجد كيرس اكسكافيشن تايم، بيوصل احيانا في اللي هو الفيرجن بتاع 2004 ان بيقعد معايا من حوالي 8 دقائق ل 12 دقيقه، ودي في عمر الدنتستري بتاعي بيقعد فتره طويله، اوكي، فده مشكله الكيرس هوف. بدا يحصل عندي نوع من الامبروفمنت، اوكي، ويظهر جروب جديده من 2003 عن طريق عالم، هي ست عالمه برازيليه، اوكي، ساندرا بيسيدوري، وهي بدات تفكر ان انا استخدم البابايا. احنا عارفين طبعا البابايا تري، فبدات تاخد البابايا اكستراكت وتبدا تعمل له سام سورت اوف ميرجنج، وتقدر تعمل لها سام سورت اوف مانيبيوليشن، وتبدا تستخدم البابايا ده او الجل اللي هو بنسميه او الاكتيف برودكت بتاعه اللي هو البابين انزيم، تستخدمه في الكيرز ريموفال. ودي اللي بدا دلوقتي يحصل كذا ماركتنج او ديفلوبمنت لكذا برودكت من نفس الفكره، استخدام البابايا، كلمه الباب او البابين انزيم. البابين انزيم على فكره مش بيستخدم في الدنتستري اول يوز، كان مستخدم قبل كده في حاجات كتيره جدا، كان مستخدم في الووند هيلينج، زمايلنا في الطب بيستخدموه، وبيستخدم كانتي بكتيريال برضو او في انتي مايكروبيال افكت ليه. فبرضو قالوا استخدام الماتيريال دي او الجل اللي موجود ده او الانزيم بيز ممكن يفيدني، ودي بدات تظهر اللي هو السكند ميكانيزم اوف اكشن او السكند جروب من الميكانيكال كيرز ريموفال اللي هو الانزيم بيزد. وده دلوقتي كل التطور، برضو في انزيم كان 3 ام بتطوره باستخدام برضو سام سورت اوف انزيمز، بس كان في مشكله ولسه ما ظهرش الادفانتج بتاعتي زي ما احنا شايفين، ودي ممكن توضح لنا. الروتري خلاص شفناها، والروتري اللي هو استخدام الميكانيكال بيرز، الميكانيكال بيرز زي ما احنا شايفين كل السيرفس بتاعي بيبقى سموث، كل الدنتانا بيبقى اوبريتريتد او بارشلي حاجه بسيطه، اوكي. لو انا بصيت هنا دي اللي فوق ده، اللي فوق ده اللي هو الهاير ماجنيفيكيشن، وسوري اللو ماجنيفيكيشن، اللي تحت ده هاير ماجنيفيكيشن، وهنا طبعا سميل لاير مغطيه كل السيرفس. لو هنا بصيت استخدام الكيرس هولف بدا يحصل عندي زي ما انا شايف، هو عباره عن open internal tributes، عندي 6000 layer بس مش بنسبه كميه مش كبيره، عندي كميه البيتنت internal tributes كبيره، ستيل في 6000 layer موجوده، اوكي. السيرفس هنا سلايتلي irregular، لو انا بصيت في استخدام الانزيم بيز لو انا شايفين مفيش 6000 layer خالص، ودي حاجه جميله جدا. السيرفس بتاعتي irregular وده مهم جدا، ده كويس، دي حاجه مش دي advantage لو انا بستخدم adhesive material او bonded restoration، زي ما احنا شايفين كل الدنتال جروبز اوبن مفيش سميل لاير. طب هيفرق ايه ده عن الاتشنج؟ ما هو انا ممكن اعمل اتشنج يديني نفس الفكره. الاتشنج بيبدا يشيل لي الانترا تيوبولار دنتين، سوري الانتر تيوبولار دنتين اللي هو ما بين الدنتال جروبز، لما ده يوسعه عندي بيبقى فيه مشكله لان ما عملش كونسرفيشن للدنتال. لكن الطريقه بتاعت الكيمو ميكانيكال كيرز ريموف عن طريق الانزيم بالذات، اوكي، زي ما احنا شايفين ان هي بتديني سيرفس ريجولار كويس جدا في البوندنج. تاني حاجة مفيش سمير لاير موجودة خالص، زي ما احنا شايفين الدنتانا تيبيول سايز او الدايمتر بتاعها ما تأثرتش، يبقى انا هنا بحافظ على الدنتانا. برضو زي ما احنا قلنا ان الاستخدام الانزيم بيزد
زي ما احنا شايفين الطريقه. بس انا عاوز طبعا دي مش هنخش في التعقيد بتاع الريسيرش، بس هنا الفكره ان احنا كنا بندخل بكتيريا اوكي ستريبتوكوكس جوه الدنتانال تيبيولز ونبدا نعمل لها ستيننج ونشوف هي لايف ولا ديد. اوكي فما انا بستخدمها ده البوزيتيف بندخل جوه الدنتانال تيبيول. لو استخدمت البابيكاري او البابين انزايم بيز، لو احنا شايفين هنا ان هنا بدات تيرن تو اللون الاحمر اوكي بدا يبقى فيه ديد بكتيريا عالي زيها زي الصوديوم هايبوكلورايد هنا، بس الصوديوم هايبوكلورايد خد بالكم ده سوليوشن مش جل اوكي، وده الفلكسيدين كل الاثنين دول سوليوشن زي ما انتم شايفين كيل بكتيريا. لو انا بصيت على الانزيم بيز اداني نفس الفكره، رغم ان وجود الكيريس هولد فيه صوديوم هايبوكلورايد بس وجود الصوديوم هايبوكلورايد جل اوكي ده قلل الانتي بكتيريال افكت بتاعته. زي ما انتم شايفين البكتيريا لسه حيه جوه، لكن لما استخدمت الانزيم لان هو احنا قلنا بيستخدم في الووند هيلينج اوكي، استخدام الووند هيلينج بيستخدم في الووند هيلينج بيستخدم في الانتي بكتيريال افكت بتاعه او انتي ميكروبال افكت بتاعه، فده برضه بدا يديني سام سورت اوف امبروفمنت للانتي بكتيريال. معلش انا لسه شايف الشات يا ايمان. تمام دكتوره ايمان الصوت واضح دلوقتي عندك ولا لا؟ دكتوره ايمان ودكتوره دعاء. طيب تمام، لو في اي حاجه مش واضحه انا ممكن ارجع لها بعد ما اخلص ان شاء الله. يبقى احنا الديس ادفانتج زي ما قلنا الكيمو ميكانيكال كيرز ريموفال ميثود عن طريق الصوديوم هايبوكلورايد بيز اللي هي غالبا ميل الكيرز هولف كان عندها مشكله في الكيرز اكسكافيشن تايم كان بيقعد فتره طويله زي ما قلنا ممكن يوصل لفترات طويله جدا اوكي، وده زي ما احنا قلنا ان شاء الله لما نرجع هنبدا نعمل حاجه زي جورنال كلاب كده ونجيب ده. انا بتكلم للماستر اوكي، ممكن نجيب كام بيبر كده نقراها ونبدا نشوف الايفيدنس وان هي بتشيل قد ايه وسيستماتيك ريفيوز، فدي ان شاء الله لما نرجع ونبقى فيس تو فيس لان صعب جدا ان احنا نعملها انتراكت اوكي. طيب الجزء الاهم بقى اللي هو بنسميه السونيك او نوع تاني من الكيرز اكسكافيشن ميثودز او الادفانسد كيرز اكسكافيشن ميثود، استخدمت السونيك باور. السونيك باور زي ما احنا عارفين زيها زي قريبه من الالتراسونيك كلينر اللي احنا بنستخدمها، هي فكرتها ان انا بعمل كافيتي والكافيتي ده ستاندرد في بيرز معينه بتستخدم السونيك باور. زي ما احنا شايفين هي سموث من الطرف اللي بيفيس الادجيسنت توز، لكن هي فيها بارتكلز موجوده من الستراكشر، تبدا تعمل لي سمول كافيتيز زي كلاس 1 او سوري كلاس 2 صغيره خالص. بيجي كان بيجي مع انجوت من السيراميك اكني بحط حاجه زي ما نقول مثلا دايركت ان لي لو انا عاوز اقولها، وبحط ريزن سيمنت يعملها او احط فلوبل كومبوزيت. فدي من ضمن الحاجات الكويسه جدا كانت بتعمل ستاندرد كافيتي فيري فيري كونسرفتيف، وزي ما احنا شايفين ليها كذا تب بقدر اشيل. لو الكافيتي كبير كنت ممكن احط كذا انجوت جواها واحط ما بينهم ميديا زي الفلوبل كومبوزيت او احط كومبوزيت ما بينها، هنا بيقلل لي فكره ان هو بيقلل لي الشرينكج لان انا هنا بقلل كميه الكومبوزيت او الريزن اللي موجود اوكي. فده من ضمن الحاجات الكويسه جدا والادفانتج بتاعتها كويسه. الديس ادفانتج او الدروب باك بتاعها ان انا صعب جدا ان اقدر اعمل كومبليت فيريفيكيشن للكيرز ريموفر، ودي ما عدتش عندي ايتم كريتيكال، بس دي معناها ان هي برضو ستيل فيها سم سورت اوف. اخر حاجه احنا بنتكلم عليها اللي بنسميها الليزر، ولازم نبقى فاهمين الليزر بيقطع ازاي لان هي دي المشكله اللي عندنا اوكي. الليزر احنا عارفين ان هو اكرونيم او حاجه اختصارات اوكي، امبليفايد باي ستيميليشن ايميشن اوف ريديشن. زي ما احنا شايفين هنا ان الفيرست اتمت بتاعتي اللي حصلت اوكي ارجع معلش اللي فاتت كانوا استخدموا الروبي ليزر وبعد كده كربون دايوكسيد، بس مشكله الكربون دايوكسيد ليزر ان الاول كان بيبدا يحصل له كراكنج وعارفين الهيت الهيت برودكشن عالي جدا. بعد كده بداوا يستخدموا الياج او الاربيوم ياج ليزرز، والاربيوم ياج ليزرز دي بدات تديني سم سورت اوف جود زي ما احنا بنقول سيميليشن للهيت، وبدات تبدا اللي هو اول حاجه خد الاف دي اوكي.
الميكانيزم اوف كاتنج لازم احنا نكون فاهمينها. معلش هنا احنا بنستخدم حاجه اسمها ليزر ابليشن. يعني ايه ليزر ابليشن؟ انت ما بتقطعش في السيرفس، انت بتستخدم وجود، بتستغل وجود الميه، لان الميه لما بتبدا تاخد الباور اللي جايه من الليزر يحصل فيها سام سورت اوف مايكرو اكسبلوجن، تبدا تنفجر انفجارات صغيره خالص، تبدا تكسر لي كل الايه البارتكلز او الفاين بارتكلز اللي عندي، تعمل لي المشكله دي. فدي اسمها ليزر ابليجن. ودي لو انت بصيت الديفايسز اللي موجوده تلاقي مكتوب عليها ووتر ليز، اوكي؟ فدي معناها ان هي بتشتغل بدا الايتم بتاعه بيعتمد على وجود الميه، اوكي؟ ففي الانامل جاست ان هو يعمل لي ري ميلتنج للسيرفس، ده انا بستخدمه مثلا في الكيرس بريفنشن حاجه زي كده. لكن في الدنتن انا عندي دلوقتي ان الكيرس افكت الدنتن او الكيرس كومبليتلي كيرس دنتن، كميه الميه فيه اعلى من الساوند دنتن، فدي بتديني سام سورت اوف سيلكتيفيتي موجود معاهم. ماشي، يبقى دي السيلكتيفيتي في النقطه دي بتعتمد على وجود الووتر بكميات اعلى في الكيرس انفكتد او الكيرس انفكتد دنتن اللي موجود. هي تعتبر نون كونتاكت ميثود، فبتقلل لي المشاكل بتاعت الانستيزيا الفير والابريبيهنشن، بس طبعا بتعمل لي لوز، دي خدوا بالكم للتاكتايل سنسيشن. السميل لاير هنا غالبا بتبقى مش موجوده، والسيرفس الريجولر، فدي طبعا فيفربل سيرفس اوف اديجن. اوكي، ليها انتي بكتيريال افكت لانها ذات نفسها الباور اللي بيطلع ده بيجي معاها سام سورت اوف هيت، فبرضه دي حاجه كويسه ان ليها سام سورت اوف بيحصل. الديس ادفانتج بتاعتي اللي هو لوس تاكتال سنسيشن، اللونج تايم نيدنج فور كافيتي بريبريشن ممكن تاخد وقت طويل شويه، والكومبليت كيرز اكسكافيشن يعني التايمنج برضه ستيل في مشكله، وبرضه الهيت جنريشن بيبقى فيها مشكله. بكده يا شباب يعني انا وصلت لنهايه البرزنتيشن ده. نعمل جاست ستوب شير ذس. وهرجع للشات بتاعكم، ولو في اي حاجه مش واضحه، لو في حاجه عاوزه توضيح انا معاكم. دكاتره يعني اتمنى ان هي يعني شباب اتمنى ان احنا بس نوصل حاجه على قد ما نقدر يعني. وفي حد فتح بس المايك؟ معلش. ده كله متسجل يا كل الميتين متسجله زي ما هي، اوكي؟ فدي برضو يعني هتبقى برضو لما يبقى عندكم الريكورد يبقى ممكن تبص عليها وتشوف ايه. يا دكاترة معلش. طيب في حد عنده أي سؤال أو أي استفسار؟ معلش دكتورة نانسي، الأول في الفلوريسنس والليزر بيشيلوا التسوس؟ لا الاثنين بيشيلوا التسوس برضه، الاثنين جايدنج اس، يعني دي زي فيرتشوال ستين، اوكي، بتبقى عندي عشان تظهر لي الفرق ما بين الجزء الكيريس والنون كيريس. مش عارف في حد فتح المايك يا شباب؟ عامل طيب كده افضل. ولو في حد بس عاوز افتح له المايك افتحه له، اوكي. فدكتوره نانسي الاوتلاين بتاعنا او الفكره بتاعتي ان هي دي جاست بتعمل لي سام سورت اوف فيرتشوال. اوكي
طيب في حاجة تانية مش واضحة؟ طب في عندكم أي أسئلة؟ ممكن نحصل على أي محاضرة، لأن لسه اللينك بتاع المحاضرة إن شاء الله، المحاضرة دي اتسجلت إن شاء الله، هبقى نرفع لكم اللينك إن شاء الله بحيث إنك توصلوا لها للدكتور مصطفى. ماشي؟ لو في سؤال عن الريسنت أدفانس في الكير، مش أنا مش نانسي، يعني لو في سؤال عن الريسنت أدفانس مش عارف. طب معلش يا نانسي لو انت عاوزه تكلميني، لان انا مش عارف اقرا. ثم ده الايميل، لو في اي استفسار برضو مش واضح ممكن تبعتولي على الميل. اللايت ستين والديب ستين زي ما احنا قلنا الفرق ما بينهم ان انا لازم ادرب عيني ما بينهم. فكره الديب ستيننج معناها ان هي حصل عندي كومبليت دينيتيود كولاجين، يبقى هنا صبغ الكولاجين كله. اوكي، لكن اللي هو بنسميه اللايت ستيننج يبقى انا عندي بارشلي دينيتيود كولاجين، يبقى هنا عندي كيرز افكتد. ده الفرق ما بينهم. اوكي، الكي ريسولف و انزيم دكتور الجزء الخاص بالفرق ما بينهم. كلمه الكي ريسولف، الكي ريسولف ده بيستخدم صوديوم هايبوكلورايد بيست. اوكي، لكن الانزيم بيست، خدوا بالكم الانزيم دي مجموعه ثانيه خالص. اوكي، وانا هحاول اشوف لكم ثواني. يعني اللي عاوز يعني يقرا او يعني يستزيد في النقطه دي او يفهم الفرق ما بينهم اكتر بطريقه تكون واضحه اكتر، هحط لكم لينك هنا يا شباب. وهنا انت بتنزل البيبر دي اوبن. اللينك هنا زي ما احنا شايفين موجود تحت ده. لو بصينا هنا للينك اللي تحت يا شباب، في بيبر اللي عاوز يقرا يا دكتور بعد اذنك بي دي اف المحاضره. انت عندكم اللينك، مش عارف الدكتوره مين، الدكتوره نورهان، اللينك المحاضره كلها فيها البي دي اف، فيها كل حاجه. اوكي، ف يعني اللي عاوز يحضرها المحاضره فيها الباوربوينت كله. اوكي، هي الديتكتور دي بتتغسل للسنه وبعدها نشتغل. طبعا لازم تغسل، لازم تعمل لها رينسنج. اوكي، لازم يتعمل الرينسنج للكيريز ديتكتور ده. في اي حاجه تانية مش واضحه يا دكاتره؟ طيب انا هعمل اميوت اوكي، لو حد عاوز يقول اي حاجه. في اي حد عاوز حاجه مش واضحه عنده؟ اوكي، طيب شكرا جزيلا. ولو في اي حاجه او في استفسار بعد كده ممكن ان شاء الله نتواصل مره ثانيه. شكرا جزيلا يا شيخ. شكرا دكتور، بعد اذنك. اتفضلي يا دكتوره، اتفضلي. الو، ايوه اتفضلي، انا سامعك، انا سامعك. الجزء التكنيك بتاع الليزر تاني ممكن بعد اذنك، اللي هو الابليشن ولا دي الليزر كاتنج؟ الليزر كاتنج، ايوه.
الليزر كاتنج. اوكي حاضر. انا هرجع بس للباوربوينت. شايفه يا دكتوره دعاء؟ دكتوره دعاء ايوه تماما، ماشي. ايوه ظهر قدام. اوكي فكره الليزر ابليشن، كلمه ابليشن الليزر ما بيحصلش فيه كاتنج. اوكي بيحصل some sort of ablation. اوكي يعني ايه كلمه ليزر ابليشن يا دكتوره؟ يعني انا دلوقتي لما هاجي هعرض السنه هنا هون للاستعاده الليزر، اللي هيبدا الميه اللي موجوده في السطح اللي هيتعرض عليه هي اللي هتاخد الطاقه دي. يحصل ان السطح ده او الميه دي يحصل فيها حاجه بيسميها some sort of micro explosion. يعني ايه؟ يعني الميه تبدا تنفجر انفجارات صغيره خالص جوه السطح، هلاقي كل السطح اللي عندي بدا يحصل له some sort of destruction activity. اوكي فالطريقه دي احنا بنسميها ليزر ابليشن. اوكي واضح كده يا دكتوره؟ يبقى هنا اعتمدت اكتر على الميه اللي موجوده. اوكي دكتوره دهاء واضحه كلمه تمام ابليشن يعني ايه؟ تمام طيب في حاجه تانية مش واضحه؟ دكاتره في اي جزئيه الكيريوسولف يا دكتور لما انا بستخدمها مع الكيريس ديتكتور اللي هو الادفانسد ميثود كان الصوت قطع فيها فما سمعت. بصي يا دكتوره، هي مشكله الكيري سولف العادي اللي هي الفيرجنز اللي هي السكند جنريشن والثيرد جنريشن. اوكي كانت مشكلته ان الكيريز اكسكافيشن تايم بتاعه طويل جدا. اوكي ولو قرينا الجزء البيبر اللي انا مديها لكم بالنسبه للناس اللي هم انترست اكتر هيعرفوا ان المشكله فين. الفكره هنا بقى علشان ازود او اقلل الكيريز اكسكافيشن تايم هنا حط معاه ان كومباينيشن ويز بوليمر بير. اوكي فانا هنا بحاول اقلل الكيريز اكسكافيشن تايم. اوكي ده افكتيف ولا مش افكتيف؟ اوكي لسه اندر ريسيرش. اوكي كان في هنا دكتور هشام هشام اسامه لقى ان الطريقه دي فعلا بتقلل. اوكي بس بتزود وجود السبين لاير ماشي، بس دي ان ترايل ان انا اقلل الكيريز اكسكافيشن تايم. واضح يا دكتوره دعاء؟ تمام شكرا. في اي حاجه مش واضحه؟ في اي حد تاني عنده استفسار يا دكاتره؟ شكرا دكتور. العفو ده. شكرا جزيلا. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. الو دكتور لو سمحت، ايه الفرق بين الكيري سولف؟ الو ايوه سامعك يا محمد، سامعك يا محمد. ايه الفرق يا دكتور بين الكيري سولف والاسيد اتش اللي قلت عليهم، في الانترا ولا في الانتر تيوبولر دنتين؟ لا في الانتر تيوبولر دنتين مش الانتر. اوكي انا هرجع تاني للسؤال لان دي مهمه جدا. ماشي يا محمد، هرجع تاني للسكرين ونرجع للنقطه بتاعت بص يا محمد، لو انا بصيت هنا الاسيد اتش بيديني نفس الليزر ده بالظبط. اوكي معايا يا محمد؟ دكتور محمد تمام يا دكتور معاك. ماشي تمام دكتور معاك. تشينج ممكن يديني نفس المنظر ده، بس زي ما انت شايف هنا الديامتر بتاع الدنتينال تيبيولز لو انا شايفه هنا ما تاثرش، يعني ما وسعتش. اوكي وده ما بيحصلش عندي في الاسيد اتشنج. اوكي الاسيد اتشنج هلاقي ان ذات نفسي وسع ده وسع ده، يبقى هنا احيانا بيأثر على الدنتين اللي ما بينهم اللي هو بيسموه الانتر تيوبولار دنتين. اوكي هنا يبدا يقل، فلما يقل معايا يبقى نون كونسيرف، لكن هنا هو محافظ على نفس الدنتال دي ما تاثرش عليها خالص. اوكي فواضحه يا دكتور محمد النقطه دي؟ طب واضحه.
طيب في اي حاجه تانية مش واضحه يا محمد؟ واضحة واضحة يا دكتور، شكرا، متشكر. اوكي طيب في حاجه مش واضحه يا دكاتره؟ طيب لو في اي استفسار تاني زي ما قلت لكم ان شاء الله انا اللينك ده هبعته، مش عارف بيتواصلوا معاكم على الجروبس بتاعه الدراسات العليا اوكي، وهيتبعت للاستاذ الدكتور وكيل الكليه للدراسات اوكي، بحيث انك تقدر تبقى افيلابل اللينك ده موجوده كده او كده. دايما انا دايما بحط المحاضرات بتاعتي في اليوتيوب شانل بتاعتي، فلو انتوا عاوزين تبقوا افيلابل ان هي تبقى عندكم ان شاء الله. في اي حاجه او استفسار الايميل انا حاطه لكم هنا هو حمدي at connect.hku.hk اوكي. لو سمحتم اي حد عنده استفسار اي حاجه مش واضحه يعني ان شاء الله نستوضحها، يعني يقدر يستوضحها مني ان شاء الله. لما ان شاء الله نرجع الدراسه للوضع الطبيعي يبقى لو في اي حاجه عندنا فيها استفسار او حاجه زي كده ممكن انتوا طبعا اترفعوا لنا محاضرات الدكتور صلاح ومحاضره الدكتور اشرف، اظن يعني ممكن النهارده او بكره يبقى عندكم المحاضره دي، ودي المحاضره بتاعه الريسنت ادفانس. مش عارف بقى الوضع اللي جاي ان شاء الله بامر ربنا هنبقى ابديتنج معاكم، فانتوا دايما خليكم على تواصل اوكي مع مدام منى السكرتيره، بحيث لو في اي حاجه مش واضحه ان شاء الله تبقى واضحه، ونبقى عارفين برضو البلان، لان انتوا عارفين البلان دلوقتي احنا مستنيين كلنا يعني بنبقى، ما حدش يقدر يقول لك لونج تيرم بلان في الفتره اللي جايه دي لحد ان شاء الله ربنا يزول الغمه. والاول انا معلش انا اسف انا في يعني حكايه تكنيكال ايرور، نسيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله يعني يبقى رمضان كويس علينا وعليكم باذن الله، وان شاء الله ربنا يزول الغمه دي في اسرع وقت. شكرا جزيلا يا شباب، ويعني نتمنى ان يكون وصلنا لكم معلومه بطريقه يعني اتليست على قد ما نقدر ان هي تكون واضحه. شكرا جزيلا.